تركي آل الشيخ يطلق برنامج خدمي في مصر بمئة مليون جنيه. المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية أعلن أن نادي بيراميدز بصدد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المسؤولة تمهيداً لانطلاق برنامج اجتماعي خدمي يهدف إلى خدمة المجتمع في مجالات عديدة زي التعليم والصحة والمرافق العامة للقرى الأكثر احتياجاً. والبرنامج بيتضمن أيضاً جانب رياضي لإنشاء ملاعب في القرى والنجوع لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة من أجل توسيع قاعدة المشاركة الرياضية لخدمة الرياضة المصرية. الإمارات تعتمد خطة لإنشاء 34 ألف وحدة سكنية خلال 6 سنوات. الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أعلن عن خطط جديدة لإسكان المواطنين واللي تضمنت اعتماد مبلغ 32 مليار درهم لإنشاء 34 ألف وحدة سكنية خلال 6 سنوات القادمة، بالإضافة إلى رفع سقف راتب مستحقي منح الإسكان من 10,000 درهم إلى 15,000 درهم، كما أعلن عن رفع قروض مساكن المواطنين في المجمعات السكنية من 800 ألف درهم إلى 1,200,000 ألف درهم. أمر ملكي بتعيين ريما بنت بندر سفيرة للسعودية بالولايات المتحدة الأمريكية. أصدر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي باسم الملك سلمان قراراً بتعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير. وفي أول تعليق لها على هذا القرار قالت الأميرة ريما بنت بندر في تغريدة لها على حسابها الرسمي على موقع تويتر: أرفع أصدق عبارات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على هذه الثقة، وتابعت: سأعمل لخدمة وطني وقادته وكافة أبنائه ولن أدخر جهدا في سبيل ذلك. توفير أكثر من 20,000 وظيفة بمصر والرواتب تصل إلى 8,000 جنيه. وزارة القوى العاملة قالت في نشرتها الشهرية للتشغيل أنه هيتم توفير 20,851 فرصة عمل شاغرة لحملة المؤهلات المختلفة في عدة تخصصات في مصر. وأوضحت الوزارة أن فرص العمل هتكون متاحة في شهر مارس المقبل ويستمر التقديم حتى نهاية الشهر. الوزارة قالت كمان أن الأجور بتتراوح ما بين 1200 جنيه كحد أدنى إلى 8000 جنيه كحد أقصى. الهيئة العامة للرقابة المالية تقرر بدء تفعيل وتطبيق آلية الشورت سيلينج. بيسمح الشورت سيلينج أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ببيع ورقة مالية لا يملكها المستثمر بهدف شرائها في وقت لاحق بقيمة أقل. والمحللين شايفين أن الآلية هيكون لها تأثير سلبي في البداية ثم تظهر بعد ذلك إيجابيات الآلية.